رندا فهد مع اليوم بإيت سمارت. لما تكون رندا أكيد منذكر بمسابقة بير لايت، بعد عندكم مجال لليلة تتحطوا أجوبتكم على صفحات الفيسبوك، لأنه بكرة الصبح رح نعلن اسم الرابح أو الرابحة. بونجور رندا. بونجور تينا. خلينا نذكر بشو كان السؤال. أكيد كان سؤال كتير هين، أي في حديد أكتر، هل هو الزبيب أم المشمش المجفف؟ هاي دايما تينا السؤال، حتى كتير قراب على بعض. مزبوط. ونقول لهم للعالم أنه فينا ناخذ الحديد من مصادر هي غير مصادر حيوانيه، ومنها هون الفواكه، والفواكه المجففه لانه بتكون كونسنتريتد. مزبوط. بناكلها، يمكن ناكل كميات حتى اكثر منها، بس هون اكيد عم نحكي عن نفس الكميه. دائما دائما مقارنه بنفس الكميه. اكيد مشاهدين عم يجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف او ار دي اف، عم بتراقب الاجوبه او بيري لايت هيلث سنتر. تينا بتعرفي انت وقتها في كثير اوقات بجاوب كم شخص صح، وبتلاقي الاشخاص الباقيين هن بيلحقوا هالشيء. كوبي يعني. سو في اوقات كثير بيكون هيك، مش غلط ابدا، المهم انه الاشخاص يكونوا عم بيشاركوا معنا، ونحن مثل ما قلتي بكره بنعلن اسم الرابحه ما الرابحه. ودائما انا مثل كل تاني مذكر المشاهدين انه فيهم يتابعوني كمان على الانستغرام رندا دنيا فهد. اليوم حبيت موضوعنا هو جاي من سؤال كنت عم بتطرحيه رندا، انه سيده الحبل خلال هالفتره الحبل التسعة اشهر، الاكل اللي عم تتناوله كيف بياثر على صحه الولد بحياته المستقبلية؟ قليل يمكن ما بنعمل صلة بين هيدي الفترة وبين بعدين عكبر. مزبوط. ولكن المرأة وقتها تحبل أكيد بتصير تفكر بالجنين، يعني هي عم بتفكر بصحة الجنين وبصحته. بس دايما منفكر بصحة الجنين إنه هو هلأ عم يتكون تيخلق. exactly. ما منفكر لأبعد من هيك. فهو عم يتكون ليخلق، بكون نحن كمان عم نحيطه لهو عم يكبر. بكتير دراسات بيّنت أهمية شو بتتناول المرأة خلال الحمل، قديش بيحمي البيبي من الأوبيزيتي أو النصحة المفرطة بالمستقبل. بيّن عنا أبحاث قديش هالشي كمان بيحمي البيبي بالمستقبل ضد أمراض معينة من الأزمة. سو هون كتير في دراسات قديش شو بتتناول المرأة قديش هو بيأثر على الجنين هلأ والمستقبل. ولكن دراسة اللي أنا اليوم بالتحديد بدي أحكي عنها هو، هل تناول أكل معين تتناوله المرأة في أثر إذا الولد رح يصير بالمستقبل معه مرض السيلياك، وهذا هو المرض وقت الولد ما بيقدر يأكل حيلا شيء بيتعلق بالجلوتين؟ والجواب كان من خلال دراسة عملت بالنرويج، نعمل على 888 ألف شخص. كانوا عم يراقبوا النساء الحوامل وعم يشوفوا بالتحديد هي وكانت حبلي بالويك 22 أسبوع 22 وبالطالع، وكانوا عم يشوفوا شو عم يتناولوا هالنسوان، وركزوا بالتحديد على إذا هن عم يتناولوا مأكولات اللي هي فيها ألياف، وكمان شافوا إذا هن بياكلوا كمان مأكولات تحتوي الجلوتين أكثر شيء على القمح ركزوا هون. وبعدين هالدراسة ما ضلت بس لفترة، لأنه هن بدهم يشوفوا الولد وقتها يخلق البيبي، لا بعد فترة راقبوه لمدة 11 سنة. واو. وتبين هون تينا انه الامراه اللي هي عم تتناول كميه الالياف المضبوطه اللي هي 34 جرام بالنهار واكثر، هون كان عندنا حمايه للولد بنسبه 34% ضد مرض السيلياك اكثر من الامراه اللي كانت عم تتناول اقل او ما عم تتناول الالياف. سو هون عم نحكي زياده الالياف. مزبوط. لانه 34 جرام يعتبر عدد كميه كثير منيحه، كميه منيحه، هي الكميه اللي المفروض بالحقيقه تينا نحن ناخذها. دائما بدنا نقول بين 25 ل 35 هي كميه كثير جيده. سو كميه هالالياف من خلال تغذيه الام زيد 34% نسبة حماية. مزبوط. هلأ ضد السيلياك. ضد السيلياك بنفس الوقت هون، لكن نسبة عالية تعتبر. مزبوط. كتير عالية. هلأ هاي النسبة دايما عم نقارن تينا بينها وبين الأمات اللي هن ما كانوا عم يأكلوا نسبة ألياف مزبوطة. فهيدا من ميل. من ميل تاني إذا انتبهتي أنا قلت كمان كانت الدراسة عم تحكي عن إذا الأمهات تناولوا أكل بيحتوي القمح فإذا السيلياك، هيدا شيء ما كان له تأثير. فإذا أنا إذا تناولت قمح مش يعني ما في أبدا خطر على أنه. سو ما معناتها إذا السيدة الحامل تناولت أكل خالي من الجلوتين عم تحمي ابنها من السيلياك أو مشاكل له علاقة بالجلوتين. حلو.
يعني هيدي لفتنا نظر لموضوع كثير مهم، اكيد في كثير تفاصيل فينا نرجع نحكي عنها خلال فقرات ثانيه. رندا رح ناخذ بريك، انا برجع بلاقيكم على 11 ب What's Cooking. اليوم معنا شيف جادر.